انا بحبه قوي. اوكي انا جعانه ولازم اخش اطلب اكل. انا هاخد هابي ميل ولعبه. ايوه ومع الهابي ميل جوس. اوكي يلا يا اي يلا انت شاطره. عمو مش شايفني. يو بقى امتى اكبر عشان الناس تشوفني؟ طنط ممكن تنادي عمو اللي بياخد الفلوس عشان احنا نطلب الاكل. اوكي حاضر. لو سمحت في طفله صغنونه عايزاك. اكيد عايزه تطلب. طب شكرا جدا. ايوه يا حبيبتي اموري. إيه انا اامر. اوكي عايزه ايه افتكرت يا عمو. انا عايزه هابي ميل وعايزه جوس وعايزه لعبه، بس لعبه تكون حلوه. هاتي فلوس. طيب لا ما انا مش معايا فلوس. نعم طب قولي لمامتك روحي هاتي منها فلوس. ماما مش معايا. طب ها باباكي اي حد. الله احنا جايين نهزر، في وراكي ناس. يلا يا ماما. طب عمو انا معايا موبايل الحرامي تاخده. ايه لا استنى خلاص انا هكلم بابا احسن يجي يديك الفلوس. ماشي كلمي اي حد، اعملي اي حاجه، بس يلا. هو في اطفال بالشكل ده؟ اوف. طيب بالراحه يا عمو ما تزعقليش، انا بخاف على فكره. الو ايوه يا بابا. ايه ده ايوه يا حبيبتي في ايه؟ انا في ماكدونالدز وطلبت هابي ميل والراجل عايز مني فلوس. تعالى اديله الفلوس يا بابا، ده رخم قوي مش راضي يديني الاكل. ايه ماكدونالدز؟ انهي ماكدونالدز ده يا بنتي؟ ما في 30,000 فرع، فين بقى يا بابا؟ ماكدونالدز اللي عنده هابي ميل ولعبه وجوس. يا بنتي بقى ما كلهم عندهم نفس اللي انت بتقوليه ده. طب بصي اديني اي حد اكلمه، اديني البياع اي حد. اوكي عمو بابا عايزك خد. ايه ده؟ طب هاتي. ايوه يا فندم. معلش لو سمحت ممكن توصف لي اني ماكدونالدز بالظبط؟ ايوه يا فندم احنا في فرع ماكدونالدز اللي في مدينه نصر. تمام ممكن تدهاني معلش. طب اتفضل خد يا حبيبتي. هات عمو انت رخم قوي على فكره، وبابا هيجي يديك الفلوس وانا هاخد الهابي ميل يا رخم. ايوه يا بابا ايوه يا حبيبي. هتيجي امتى بقى عشان انا جعانه قوي؟ بص يا حبيبتي ما تتحركيش وانا جاي لك حالا. طب بسرعه يا بابا انا عايزه اكل الهابي ميل وعايزه العب باللعبه. يلا يا بابا. حاضر يا حبيبتي. عمو يا عمو. نعم. طب هات اللعبه يعني العب بيها لحد ما بابا يجي، ايه المشكله يعني؟ اوف ما ينفعش غير لما تديني الفلوس. لا على فكره انت اللي رخم، ممكن تديني اللعبه عادي جدا يعني. ايه ده قرف قرف قرف. طب عمو نعم في ايه بقى؟ بقول لك ايه، هات عارف اللي انتوا بتحطوا فيه البطاطس ده هتلعب بيه اعمله قرطاس. نعم لا انت كده كتير قوي. اوف بقى انا زهقانه. ايه الناس دي؟ عمو ممكن كوبايه فيها جوس؟ هو انا مش قلتلك لما باباك يجي بس بقى؟ وبعدين انت خلاص عماله تتنططي خلاص اهدي شويه. هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي ايه. طب اهدي يا ايه. بس يا ماما بس. اوف ما تقعدي بقى شويه. الله اوف انا كده انا بقعد اتنطط ومش بعرف اقعد مش بعرف. امتى ابوك يجي بقى؟ عمو الشرير جه يا امي. وحياة امي ما هسيبك. يلا يا سيد يلا نجري وراها. مش هسيبها حتة الزبلة اللي مدوخانة وراها دي، ده انا هوريها، دي كانت هتموتني. يلا يا عم اجري. رب بيتك مش بتتمخطر كده ليه؟ حاضر اهو يلا. يا لهوي هيمسكوني. عمو اقف يا عمو استنى. يوه مش شايفني ولا ايه يا عمو؟ ايه ده؟ ايه يا بنتي؟ انت بتموتي نفسك ولا ايه؟ انا كنت هدوسك كده. استنى بس، بص الناس اللي هناك دي بيجروا ورايا، دول متوحشين وعايزين يخطفوني. الحقني يا عمو، خدني معاكوا بليز يا عمو. ازاي يعني عايزين يخطفوكي؟ فين اهلك؟ يا عمو انت هتتكلم كتير، بقول لك ركبني وانا هحكي لك على كل حاجه. طب اركبي يلا اركبي. ايه ده بقى؟ البت دي ركبت مع مين؟ يوه بت مين؟ يخرب بيتك اللي كنا بنجري وراه. ايه ده يا مدحت؟ يعني احنا كنا بنجري ورا حد؟ يا اخي ما تعرفني، انا كنت بحسب البوليس هو اللي بيجري ورانا ولا حاجه.
ايه؟ لا لا لا، ده انت غبي فعلا. يلا نركب اي عربية ونجري وراهم، يلا يا غبي. اه صبرني يا رب. بقى كده يا مدحت، بقى كده ما تقولش لاخوك حبيبك. ما اقولش ايه يا عم، بقولك يلا. يعني احنا عندنا عربية وما تقوليش؟ انا زعلان منك قوي، فسحني يلا بيها. يخرب بيت امي، دي حاجة يا عم، البت هتوه مننا. يلا بقى يلا، بص ايدك، بص ركز وانا هبقى افسحك بعدين، بس يلا بس. طيب بس هتفسحني؟ هفسحك، اوعدني. يخرب بيتك، يلا اركب. مدحت، ها تصدق بقى، انت طلعت شاطر قوي. معقول عادي كده قدرت تفتح العربية؟ ده انت ايه، الماس يا عم. اسكت بقى. عمو يا عمو. ايه يا حبيبتي؟ هو انت عندك اتنين شبه بعض؟ ايه ده، يعني ايه؟ مش فاهم. الاتنين دول هما ازاي شبه بعض كده؟ اه يا حبيبتي، دي نهال ودي نهلة، عيالي. دول عاملين كأنهم مراية في بعض. عمو عمو، هو انت بتعرفهم ازاي من بعض؟ ها عمو رد. اه معلش، اصلهم عيالي، هعمل ايه يعني؟ مين فيكو بقى نهال ومين فيكو نهلة؟ انا نهال وانا نهلة. طب استنوا استنوا، انا هجرب كده اغمي عيني وبعدين افتحها وبعدين هقول انت نهلة ولا انت نهال. اوكي ماشي. انت نهلة وانت نهال. لا انا نهلة وهي نهال. هقولكوا حاجة، انا بقى هسميكوا اسامي تانية خالص. انت بكيزة وانت بكابوزة. والله حلوة قوي الاسامي دي. ايه ده، انتي بتتريقي علينا؟ لا انا بقول اساميكم الحقيقية. بقولك يا علي، علي ايه يا ولية؟ هي البت دي مالها رغاية كده ليه؟ وبتتريق على العيال كده ليه؟ مش عارف والله، مصيبة ايه اللي احنا فيها دي. بس ربنا يستر يا اخويا. بقولك لو سمحت، كان في بنت صغيره هنا وكلمتني من التليفون هنا، وانت اللي رديت عليا، فاكر؟ ايوه ايوه دي بنتي. هي فين بقى؟ ايوه ايوه طلعت تجري، اصل كان في اتنين بيجروا وراها. ايه يا لهوي، انت لازم تجيب لي بنتي يا فندم، لازم تجيبها. ما تقلقش، هنشوف كاميرات المراقبه ونعرف بنتك فين. ربنا يستر بقى، ربنا يستر يا رب. وانت يا عم ازاي تسيبها تمشي؟ وانا اعمل ايه يا عم، ما هي اللي جت اصلا لوحدها. يا سلام، وعادي بقى، بقولك جريت. الله، ايه ده يا استاذ يوسف، ايه ده؟ هو برضو مالوش ذنب، وان شاء الله هنجيبها. ايه ده انت بس، اوف يا الله، ربنا يستر يا رب. بابا يا بابا، انت ليه خلتنا ناخد البنت دي معانا؟ دي بترخم علينا، وبعدين هنتأخر على المصيف كده. قوليلي يا بنتي، انتي ايه حكايتك بالظبط؟ احكيها لي عشان اقدر ارجعك البيت او اوديكي على اسم الشرطه، وبسرعه بس عشان ورانا مصيف. واو، انا سمعت كلمه مصيف. ايه ده، الله، هو انتوا رايحين مصيف بجد؟ عمو عمو، ايه في ايه؟ انا بحب المصيف قوي، خدوني معاكو خدوني معاكو. ايه ده، لا طبعا ما ينفعش. لا يا حبيبتي ما ينفعش طبعا. بقى كده يا عمو، مش عايز تاخدني معاك المصيف، عايز تتفسح وتسيبني. الله بقى، وانا اعرفك منين اصلا؟ عايز تاخد عيالك دول وتسيبني يا عمو. خدوني معاكو يا عمو، اصل بابي شحات شحات خالص، وماما هدومها مقطعة وشكلها يخوف قوي، من هي من كتر مش بتاكل اكل خالص، ومش بيأكلوني، وعمرهم كده ما ودوني مصيف ولا فرجوني على البحر. بالله عليك يا عم، اكسب فيا ثواب، قولي له يا طنط سيده، ده انا نفسي اشوف شكل البحر قوي، وبيقولوا عليه كده ان هو شكله بلو وكبير كبير قوي، نفسي اعرف عامل ازاي. اه وبيقولوا عليه في ملح حلو قوي وكتير جدا. بقول لك ايه، هو انت سمعت اللي انا سمعته؟ اه سمعت. دي بتقول لك بابي. وسمعتي كمان بلو دي؟ اه يا اخويا، البت دي بتمثل. لا لا بس صعبت عليا قوي، بس انا قلبي متوغوش منها، مش مرتاحة يا راجل. يا ستي بقى سيبيها على الله. هي يا عم قلت ايه؟ بس يا حبيبتي كده اهلك هيقلقوا عليكي. لا يا عم، يقلقوا على مين؟ ما هم اصلا رميني كده في الشارع، انا بروح اي حتة عادي.
بقولك اخلي مسؤولياتك، اسمع مني. لا لا حرام، هاخدها هاخدها. خلاص يا حبيبتي هتيجي معانا. ايه ده بجد؟ شكرا شكرا يا عمو. الله انا مبسوطه قوي. نهلة انا جايه معاكو. نهان انا جايه معاكو. عرفنا عرفنا ان انت جايه. ده هيبقى مصيف حلو قوي. شكله كده هيبقى كله تريقه. بقول لكم ايه، هي ليه مامتكو شبه البطاطس المهروسه وعامله زي الكوره كده؟ ايه ده، هو انت بتغلطي في ماما؟ يا ماما يا ماما. خلاص خلاص ما تقولهاش، هترميني من العربيه. خلاص اسكتي، انا اهو مش هتريق عليها تاني. سكت سكت. لو قلتي حاجه على ماما تاني هقول لها. خلاص بقى. الله بقولك ايه، ممكن تسكتي شويه؟ انت ايه، راديو شغال؟ على فكره بقى انا مش بتكلم خالص، ده انا غلبانه خالص. بقولك ايه، هو انت ليه شبه الكرومبه البايظه كده؟ ايه يا ماما. يا ماما. ايه يا حبيبتي، في ايه؟ البنت دي رخمه قوي وبتقعد تتريق علينا. انا مش عارفهم من بعض يا طن، دول يلخبطوا قوي، انا ما بقتش فاهمه حاجه. طب ممكن تسكتي شويه؟ حاضر يا طنط حاضر، ما انا سكت اهو. يو بقى الحق بقى الحق سكت البنت دي، عشان بقولك ايه. خلاص اهدي انا هتصرف. ممكن يا ايه يا حبيبتي تسكتي شويه؟ اوكي يا عمو، عشان خاطرك انت بس. ويلا ناموا بقى يا بنات عشان الطريق طويل. وانت يا ايه يا حبيبتي نام شويه. لا 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 انا ما بنامش. ده ازاي بقى؟ دي حكايه طويله، ركز انت بس في السواقه. ايه البنت دي؟ الله، ايه يا سيد بقى، هما مسافرين ولا ايه؟ حرام والله اللي بتعملوا فينا البنت دي. بقول لك يا مدحت، هو احنا رايحين على فين؟ يا ابني ما احنا على طريق سفر اهو. يا احنا مسافرين. شفت بقى، شفت بقى، انت طلعت صاحب مش جدع. ليه يا عم، هو انا عملت لك ايه دلوقتي؟ مش تقولي يا عم ان احنا مسافرين؟ كنت جبت العوامة بتاعتي وجبت البوكسر بتاعي والشورت والمايو وطقم كده يعني في القطنة، في الايه؟ القط يعني، الحتة القط يا عم. لا هو احنا يا غبي طالعين نصيف، احنا طالعين نقطر البيت. هو انت خلفت من ورايا يا جدع؟ ايه ده، يخرب بيتك، البت اللي احنا كنا خاطفينها اللي مغلبانا، اسكت بقى شويه. لا ماليش دعوه، انا عايز مايو. هات لي مايو يا عم. ايه يا ابني انت عيل صغير، ما تسكت بقى. وعايز حوامه وعايز كتافات وفي مسدس كده رشاش بيرشوا بيه بعض في الميه، هاتهولي والنبي يا مدحت، انا نفسي قوي فيه والنبي يا مدحت. وبقول لك ايه، انت لو ما جبتليش الحاجات دي هنط من العربيه. لا لا خلاص هجيب لك، اهدى بس. الله البحر شكله حلو قوي، انا عايز انزل، عايز انزل الميه يا عم، عايز العب. طب نرتاح يا بنتي الاول وبعدين انزلي براحتك. نو 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 انا عايز العب. يوه هتلعبني في المية ولا اعمل بيبي على الرملة؟ لا يا حبيبتي هلعبك في المية. هو في ايه يا راجل، هو احنا ناقصين معيلة؟ في ايه بقى، انا زهقت. في يا سيدة، اعتبريها بنت من بناتك يعني. بس انا يا اخويا بنتي لسانها مش متبري منها. خلاص بقى يا سيدة ما توجعيش دماغي. الله والحد هنا خلص الجزء ده. ويا ترى ايه هتعمل ايه فيهم في المصيف تاني؟ وسيد ومدحت هيعرفوا ياخدوها من الناس اللي معاهم ولا ايه اللي هيحصل؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم القصة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.